اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم، لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب، نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب قبل أن يموت، ألا تبقي لنا همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحنا بخوف فلا تمسنا إلا وقد أمنتنا، وإن بتنا على ضيق فلا توقظنا إلا وقد فرجت عنا، وإن كنا بحاجة فلا تكلنا إلى سواك، وأن تحفظنا لمن يحبنا وتحفظ لنا أحبتنا. اللهم لا تحمل نفسا فوق طاقتها، اللهم لا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا قدير. والحمد لله رب العالمين.